أول حاجة بعد الإعلان عن يعني إيقاف الدراسة الحضورية واستمرار الدراسة عن بعد إحنا صراحة جندنا كاملين يعني الفريق الأطر التربوية والأطر الإدارية باش وفرنا جميع الوسائل باش إن شاء الله هاد الدراسة عن بعد تكون تمر في أحسن الظروف والحمد لله مرات في أحسن الظروف لأن المؤسسة ديالنا بقت مفتوحة يعني بحال الخدمة عادية يعني الأطر ديالنا كتجي كتدرس تلامذ من المؤسسة يعني درنا دي زابليكاسيون ودي يعني منصات وتطبيقات باش سهلت علينا التواصل مع التلاميذ يعني كانوا اقسام افتراضيه الاستاذه كتدخل القسم ديالها كاينين التلاميذ كلهم حتى هما كيتكونيكطاو معاها يعني كاين تفاعل كتشرح الدرس يعني بحال التلاميذ معاها في القسم يعني صراحة الأطر ديالنا كلها جندات كانوا كيجيو كيخاطروا بنفسهم باش كيجيو المؤسسة مفتوحة يعني لا ينقصنا إلا التلاميذ التي التحقت بنا الآن نعم لينا لينا بالله نعم عزيزتي جزئي لي كلمة قلم نحن الآن في مهارة التجسيد بالنسبة لتطبيق جوجل ميت فالدروس يرونها مباشرة يسمعون الدرس بشكل مباشر الحضور فعلي كذلك بالنسبة لاستعمال الزمان حافظنا على الوقت يعني دون نقصان يعني أخذنا نفس الساعات التي كنا نعمل بها قبل الحجر الصحي نفس الساعات دون زيادة أو نقصان بالنسبة لهذه التطبيقات حققت لنا نجاح كبير وخير دليل هو تفاعل التلاميذ تواصلهم التزامهم حضورهم هذا خير دليل على أنهم استفادوا من عملية التعليم عن بعد أحسنتي نصفق على لينا بالله أحسن جيد جدا ممتاز لينا عزيزتي أحسنتي الآن إبراهيم موجة خذي الكلمة عزيزي نعم لماذا جزأت حرف اللام مع حرف الميم عزيزي ماذا نقول عن الحرف الساكن جوسكا ماتنون التلاميذ واكبوا معنا مزيان هذا ادي احنا درنا التيست في لي لوسون اللي تعطاو في ديستانس باش نشوفوا واش حنا نجحنا ولا لا الحمد لله سا سيتي بيان باسي كيف كتشوف دخلت النقاط عندي مزيانين لحد الان وحتى هما او ميم طون كتصافي تتصافيش عليهم لا نوت يعني غاديين معايا اون باراليل كيف انا كطلع عندي لا نوت كطلع لي عندهم هما حتى هما لا نوت يعني داكشي كيكون كلير هذا من جهه بالنسبه للدروس حنا الحمد لله كملناهم بقينا كنخدموا معاهم دي زيفالياسيون تمارين داعمه واللي عنده شي مشكل كيطرحوا ليا وتنخدموا عليه يعني ديون فاصون كنخدموا اون جينيرال ولا كان عنده شي حاجه كندوزو انديفيديوال كندوز معاه مشكله بمشكل وحنا غاديين الحمد لله يعني كانت ا ديستونس سيتو نوفيل اكسبيريونس لا بالنسبه لينا وحنا بالنسبه للتلامذ ولكن الحمد لله ملي كتكون داك الخطر والتلامذ باغين وكاين ديك لونفي لوبجيكتيف تيكون تنوصلوا لذاك الهدف ديالنا